تصميم. الرول اللي بعد كده اللي هي البساطة السمبلسيتي، بتبقى مهمة جدا في المساحات الصغيرة في السمول areas، crowded area planting أو الزراعات الكثيفة بيبقى شكلها وحش جدا، بتدي منظر غير مرغوب فيه. هنلاقي هنا الصورتين اللي محطوطين دول بيوروا السمبلسيتي، سطح أخضر محطوط تحديد بعض النباتات، في الحالتين مشايات بسيطة جدا. فدايما less plants is recommended especially in small areas. نيجي الرول اللي بعد كده اللي هي ال proportion and scale، التناسب والمقياس. مهم جدا ان اجزاء الحديقة تبقى متناسقة في احجامها مع باقي اجزاء الحديقة. دي هنا هنلاقيها in scale، هنا دي out of scale، مش باين حاجة، انا مش شايفة غير البيت، الشجر صغير جدا. برضو هنلاقي هنا المساحات، لازم اراعي ده العرض قد ايه والعرض اللي هنا قد ايه، حجم الشجرة دي قد ايه، هتبقى مكانها فين بالظبط. لو بصينا هنا للصورة دي هنلاقي نفس البيت موجود، بس هنا large sizes of plants، ده بنسميه large scale، ده زي ما انتوا شايفين البيت مش باين اصلا. هنا ده بنسميه اللي هو السمول سكيل، تم استخدام نباتات صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، برضو دي out of scale. هنا ده النورمال سكيل، هنلاقي هنا اشجار حجمها مناسب مع اشجار اصغر وهكذا، مدي تصميم مناسب وشكله نورمال. ومقياس الرسم او السكيل between the different components للجاردن مهم جدا. الرول التامنة اللي هي التكرار والتنوع، اللي هي rhythm and variation، بكرر نفس النبات بنفس الشكل. هنلاقيها موجودة اكتر في الممرات، في الباثز، ممكن على سور. بكرر هنا اتنين وبعدين واحد صغير، اتنين واحد صغير، اتنين واحد صغير. طيب ليه قلت التكرار والتنوع؟ لان ممكن التكرار لو فضلت اكرر نفس النبات all the way في المشاية او في الجنينة، هيدي نوع من الملل، هيدي حاجة اسمها boring design، ما بيبقاش حلو. فبيبقى مهم جدا ان انا انوع. لو ركزنا هنا هنلاقي هنا استخدم pink type of petunia، ازهار لونها pink متبادلة مع البربل، هنا عمل تنوع بس عمل تكرار، عمل بينك بربل بينك بربل بينك. فمهم جدا ان يبقوا الاتنين مع بعض، الريتم والفارييشن، التنوع والتكرار موجودين مع بعض عشان ما يبقاش فيه ملل في الحديقة. وطبعا التكرار بيؤدي اللي هي point number two او الرول number two اللي هي اليونيتي في different parts of the garden. نيجي للرول اللي بعد كده اللي هي highlighting the garden buildings، اللي هي ابراز مباني الحديقة. ومباني مش معناها بس الهاوسز، لا، مباني معناها البرجولة، اي hardscape مستخدم في الجنينة. اهمها او اشهرها الفاونديشن planting. الفاونديشن planting دي اللي هي اسمها زراعة الاساس. زراعة الاساس اللي هي وانا عندي بيت زي ده، كل النباتات اللي محطوطة مبروزة المبنى وربطة المبنى بالحديقة. زراعة الأساس دي بتبقى مهمة جدا، وبيتم اختيار نوع النباتات على حسب شكل البيت، لون البيت. يعني هنلاقي هنا البيت أبيض في جري، مش هنلاقي ألوان فاقعة في الأزهار والنباتات مستخدمة. هنا مثلا البيت فيه لون اللي هو الطوبي والجري، فتم استخدام نباتات مثلا البينك او النبيتي عشان to match the building and frame and connect the building to the garden. طبعا مهم جدا زي ما قلنا الshape والcolor بالنسبة للplant and the surrounding.
طيب نيجي لل next rule اللي هي اتساع والتمدد expansion and extend. The plants can give اللي هي ايه special effects او خداع بصري. ممكن نقول عليه خداع بصري. الخداع البصري ازاي؟ ان انا ممكن استخدم نباتات حجم معين بشكل اوراق معين بارتفاع معين فتبتدي تديني ايحاء بالوسع او بالضيق. فانا لو عايز if I have a small garden وعايز اديها اتساع وتمدد هتبع الرولز دي اللي هي reduce the building sizes ان البولز والبرجولة والشيرز هتبقى صغيرة. البلانتس هستخدم small sized plants هقلل ارتفاعات الاسوار reduce the height of fences هزود المسطح الاخضر increase the lawn هقلل الباثز هستخدم مشات قليلة جدا. السنتر مركز الحديقة يبقى فاضي empty. هعمل connection ما بين الفور جاردن والباك جاردن الحديقة الأمامية والخلفية عشان أفتح كأني بفتح أوضتين على بعض عشان أدي وسع. لو بصينا هنا ده هنا عندنا space وعمل إيه هنا استخدم fine leaves أوراق صغيرة استخدم broad leaves أو coarse leaves أوراق عريضة هنا. الموضوع ده إدى إيه؟ إدى إيحاء بالضيق إن المكان ضيق. على العكس لو بصينا هنا هنلاقي إن أسفة هنا إدى إن المكان large واسع. على العكس هنا بدلها خلى الكورس موجودة by the fence والfine خليها close to the place ال human used. ده ادى ايحاء بان ال place smaller. فال plants can be used to give special effect. ممكن النباتات نستخدمها عشان تدي اتساع وتمدد للمكان expansion and extent. اخر عنصر اللي هو الالوان ال colors in the garden. طبعا احنا عارفين دايرة الالوان ال color wheel مشهورة جدا بتتقسم لنصين نص بيبقى ال warm colors نص بيبقى ال cold colors. مهم جدا ان يبقى فيه contrast and harmony ان انا استخدم الاحمر مع الاخضر البنفسجي مع الاصفر بيبقى فيه contrast اللي هو التباين بس في نفس الوقت يبقى فيه انسجام. وبصينا هنا هنلاقي هنا استخدم الاخضر والاحمر ودرجات مختلفة من الاخضر ففي تناغم ما بين الحديقة. برضو الالوان بتدي السبيشال افكتس اللي اتكلمنا عليها في النقطه اللي فاتت ان هي بتدي ميكس ذا جاردن بيجر اور سمولر. هنلاقي الالوان الدافيه اللي هي الوارم جاردن وارم كولرز بتدي ريديوس او بتعمل ريدكشن في السايز والاكسبانشن بتدي ريدكشن. على عكس الالوان البارده اللي هو الازرق والاخضر والبربل دي بتدي وسع بتدي increase في السايز والاكسبانشن والتمدد. دي كده المحاضرة بتاعت الاسبوع ده. لو في عندكم اي اسئلة او اي استفسارات ممكن تبعتولي على الايميل او ممكن تبعتوا على المنصة وبالتوفيق ان شاء الله.